قطعة أرضية هي هذه، المساحة 93 متر، في صالة ديالها جات مربعة، عند الواجهة الزنقة ديالها 4 متر، هاد الواجهة فيها 11 متر وشي حاجة، وجات قريبا المدرسة، قريبا الضحى ديال العوامة، وقريبا الشارع الرئيسي اللي كيربط ما بين العوامة والمحطة الطرقية ديال سيدي إدريس. هاي بقعة أرضية جات واطية عالية ومفجة، الثمن ديالها 5000 درهم، فيها شي بركة دمو فهم. هذا هو الموقع ديال الأرض كما كتشوفوا، 93 متر. اللي عجبته مرحبا، يتصل بيا على الرقم ديال الهاتف اللي كاينه في الشاشه. الرخصه كاينه، كتعطى الرخصه ديال البني، تبني شي سكنه ديالك مزيونه هنايا. الارضيه هذه بالضبط اخوتي العزاز، الارض عندك كروكي ديالها، ارض ملكيه عدليه، الارض الملكيه ديالها صحيحه. اللي عجبته يتواصل معايا على الرقم ديال الهاتف، غنخلي لكم في الشاشه نعملوا موعد ونجي نشوفوها. الا كان شي واحد معقول عندو الغرض، فلوس ديالك واجدين، لاقيك مع مول الارض كاتب، تدي الوريقات ديالك، خرج الرخصه ديالك. و هاد الدواصل هنايا كما كتشوفوا معايا، والما كاينه المواصل، هادو كاملين الزناقي اللي دايرين من هنا، فين كاينه بوطو الضو، عاوتما جا الزنقه من تما. المهم الارضيه هذيك انفاس مع هاد الدار اللي كتشوفوا قبلتنا، طريق ديال العشرين طالعة عندك اتجاه من ليهان، مور هاد الدار هادي طريق ديال العشرين، الطريق الكبيرة ديال الخمسين هي، هاديك الطريق ديال الخمسين هاديك، هاهي الضحى ديال العوامة، هادي الضحى ديال العوامة، يعني قريبا طريق ديال الخمسين اللي كتشرك ما بين الرامبوان سيدي إدريس، المحطة الطرقية، مارشي ديال الخضرة. هاي هادي الأرض أخوتي العزاز، للمزيد من المعلومات، دير غزلان تبارك الله هنايا كما كتشوفوا، هاي الدنيا غزاله هنايا. هذا الموقع ديال اخوتي العزاز. المهم الارض اخوتي قلنا 93 متر، اللي عجبته يتواصل معايا. هاد الضحى، هذه الضحى كما كتشوفوا معايا، الرخصه كتعطى كما كتشوفوا معايا، الناس كيبنيو بالرخصه ديالهم، الله يسهل عليهم الله يعاونهم. هاد الضحى ديال العوامه كما كتشوفوا كتجي في حالك من تما، عندها بزاف ديال الدخلات، بغيتي تجي من تما بغيتي تجي من اتجاه اخر، المهم ما جيتي كتصافي. هذا الموقع عنده مستقبل رائع، على حسب غيفتح واحد الشارع ديال العشرين غادي يجيب على الضحى ديال الياقوت من اتجاه فوقاني. هاد الدخله ديالها الرئيسيه اخوتي، اللي عجبته مرحبا والف مرحبا. هاي بقعة أرضية تجيك الدار مشمشة، في الموقع رائع مخايف. يعني واللي عنده كذلك شي عقار بغا يبيعو يتواصل معنا، نعمل لك الإعلان وما يكون غير الخير إن شاء الله يا ربي. هاي بقعة أرضية بالضبط أخوتي العزيز، 93 متر. من هنا عاوتاني كذلك جات قريبا الشارع من هنايا، ها الشارع ديال العشرين غيطلع من تما فحالو هاي، على الضحى ديال الياقوت. البقعة الأرضية هذا هو الموقع ديالها كما كتشوفوا معايا اخوتي، هذا الموقع ديالها، كاينين السكان هنايا كما كتشوفوا معايا. المهم الأرضية هذه بالضبط هاي، أنا أخوتي العزيز لمزيد من المعلومات تواصلوا معي على الرقم الهاتف في الواتساب أخوتي. طرد الأرض مخير، ثمن مناسب فيه، مولا عنده الغرض يبيع، خارج الرخصة ديالك من غدا تجي تبني، شوف شي طاشر مزيون طلع لك شي دار مخير، وعندها فرشادة طويلة، يعني 11 متر كتجيك الدار مشمشة، يعني عندها فرشادة طويلة ماشي صغيرة. ما نطولش عليكم فيديو، غادي تجيك مقبلة الشمس، أنفاس مع الشمس، تقي النهار الدار مشمشة. أنا خوتي ما نطولش عليكم فيديو، والسلام عليكم.